الدكتور، ومعي ايضا زميلنا عماد جاد، الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب. دكتور عماد، ايه اول 3 حاجات تتمنى ان الرئيس يقوم بها؟ يعني بعد تهنئته بتولي بنيل ثقة الشعب المصري لدورة ثانية، أتمنى في الدورة الثانية أولا أن يبقى توفير البيئة الحاضنة لتنشيط الحياة السياسية في البلاد وتحديدا الحياة الحزبية. أتمنى أن نتخلص من مسلسل الهجوم على الأحزاب، لأن الأحزاب دي عاملة زي النباتات، لازم بيئة طبيعية تنمو فيها، لا تستطيع أن تنمو إلا في ظل مواصفات معينة، جزء منها يرجع للنظام وجزء منها يرجع للأحزاب ذاتها. نعم الأحزاب ضعيفة، نعم الأحزاب عددها كبير، لكن أنا أتصور من وجهة نظري أن جزء في الضعف يعود إلى الأحزاب ذاتها، وجزء آخر يعود إلى مسؤولية النظام السياسي الذي عليه ألا أن يوفر البيئة النموذجية لعمل هذه الأحزاب. طيب، ثالث حاجة اللي بتولد الكوادر. ثالث حاجة أتمنى أن تتغلب الروح الموضوعية في تعامل وسائل الإعلام على الروح الشعبوية، بمعنى أنه خلاص استردنا دولتنا، اتبنت مؤسساتنا، الرئيس لا يحتاج إلى من يعني يهتف يوميا بقدر ما يحتاج استماع إلى وجهات نظر المواطنين وإلى أنين وشكاوى المواطنين إذا كانت موجودة، ويحتاج إلى رؤية موضوعية. النقطة الثالثة والمطلب الثالث نتمنى فيه أنه لابد أن يكون المسؤول الأول في كل وزارة، أي الوزير، رجل سياسي الطراز الأول وليس رجل ديمقراطي، رجل ديمقراطي. وأنا سأضيف إلى كلام حضرتك طلب آخر، هو أن ينظر الرئيس إلى عفو عام عن الشباب المحبوسين حتى بتهم تظاهر، صحيح التظاهر ضد القانون، ولكن كل رئيس يبدأ مرحلة جديدة، يبدأ مرحلة أكثر تسامحا، أكثر محاولة لتقريب الناس. ربما آن الوقت أن ننظر لهؤلاء المحبوسين حتى لو كانوا أخطأوا. أنا مع حضرتك تماما. إحنا نقول بس الذي لم يشترك في إتالة دماء المصريين طبعا بالتأكيد. لا العنف لا علاقة لنا بالعنف، أنا بتكلم على قضايا التظاهر، بتكلم على قضايا الرأي، قضايا الحريات طبعاً. ولكن ليس طبعا من سلك العنف، من يعني حمل أي سلاح عنيف أو شارك في الإرهاب، هذا أمر غير مقبول، أو حرض حتى على الدولة. طبعا خلينا أقول كلمتين، تقول إذا كانت هناك بعض الضرورات العملية التي دفعت الدولة لاتخاذ إجراءات ضد بعض الشباب في مرحلة كانت الدولة مهتزة وكانت تتعرض لتهديدات، الآن لدينا كل ثقة في استقرار البلاد. سيادة الرئيس، هؤلاء الشباب أبنائك، سن الشباب سن تمرد وطيش، فأرجو أن يكون هناك فعلا بداية المرحلة الثانية عفو شامل عن كل من لم تتواجد على يده نقطة دماء من دماء المصريين أو قام بالتحريض أو شارك في العنف. بشكرك أستاذ الدكتور عماد جاد، النائب في البرلمان.